أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور فوتوشوب. في هذه المحاضرة راح نناقش موضوع الستروك. طبعا موضوع الستروك في بعض الأحيان يكون الستروك مفرد وطبعا سهل جدا، في بعض الأحيان يكون الستروك مزدوج، وطبعا هذه هي الفكرة اللي راح نناقشها. مثلا عندنا هنا مثل ما نلاحظ لما نكتب ملتي ستروك فوتوشوب، مثل ما نلاحظ هنا طبعا عندنا دبل ستروك، عندنا ستروك الأول اللي هو باللون الغامق وستروك الآخر اللي هو باللون الأبيض. طبعا يعطينا انطباع جميل ولطيف مثل ما نلاحظ هنا الدبل ستروك، عندنا مجموعة من الستروك، وطبعا يعطينا تأثير احترافي جدا وانطباع لطيف جدا أيضا. مثل ما نلاحظ طبعا هنا عندنا تأثيرات جميلة ممكن نستخدمها مثل ما نلاحظ بهذه المنطقة. جيد، طبعا حتى نعمل هذه الطريقة سهلة جدا، نفتح برنامج فوتوشوب، طبعا من فايل نيو نفتح قياس جديد وليكن 1720. ممتاز. الآن راح نضيف باك جراوند، مثلا راح تكون باك جراوند متدرجة. طبعا نجي إلى الأدجستمنت لايرز وطبعا نختار جريدينت، هذه المنطقة، ونختار أحد التدرجات الموجودة، مثلا هذا التدرج أو هذا التدرج وليكن. الآن راح نجي نضيف نص، مثلا راح نكتب ستروك، طبعا راح نكبر النص وراح نختار أحد الخطوط الموجودة، نختار خط يعني لطيف، يعني مثلا ممكن هذا الخط، هذا الفونت طبعا نصغره بهذه الطريقة. جيد، الآن هذا الخط طبعا راح نعطيه لون أبيض، مثلا ممكن يكون باللون الأبيض أو اللون البرتقالي أو الأصفر بهذه الطريقة. وطبعا راح نعطيه ستروك باللون مثلا الأسود، سهل جدا، طبعا نضغط دبل كليك هنا بهذه المنطقة أو نضغط على الاف اكس وطبعا نختار ستروك. العملية جدا سهلة، طبعا عندنا هنا طبعا انسايد واوتسايد، راح نختار اوتسايد وطبعا راح نختار مثلا اللون الأسود بهذه الطريقة، وطبعا راح نزيد مثلا بهذه المنطقة بهذا الشكل، مثلا راح نختار القيمة 10. جيد، الفكرة حتى نضيف الستروك الآخر نضغط على الاف اكس هنا اللي بالأسفل وطبعا نضيف ستروك، راح يصير عندنا دبل ستروك، الستروك الأول والستروك الثاني. نجي على الستروك الثاني ننطي لون آخر، مثلا ممكن ننطي لون مثلا ممكن سمائي، مثلا نجرب نشوف يا لون يرهم، وطبعا راح نزيد بالستروك طبعا نختار مثلا 10 ونجي إلى الستروك الأول اللي هو باللون الأسود، طبعا قبل شوية ضفنا اللون الأسود، طبعا رجع 1 نسوي 10 وطبعا نرجعه أوتسايد، نخليه أوتسايد، صار عندي 10 هذا الستروك، والستروك اللي بالأسفل أيضا 10، فراح نزيد الستروك اللي بالأسفل نخليه مثلا ممكن يكون 15. ممتاز، طبعا نختار لون مثلا نشوفه مناسب، نشوف انه يا لون مناسب، نختار اللون المناسب مثلا ممكن ستروك الأبيض، لطيف ممكن يكون 20 وممكن الستروك الأول يكون 15 أو يكون 12 أو لا بس 10 لطيف، والستروك الثاني يكون 15
وطبعا ممكن نضيف دروب شادو يعني يعطينا تأثير أيضا لطيف. ممكن نزيد بالسايز، هذه هي الطريقة. طبعا الدستنس ممكن نزيدها. نلاحظ أنه أصبح عندي النص جميل، وطبعا ممكن نختار يعني نص بلون آخر. ممكن نجرب النص، مثلا ممكن يكون النص سمائي، ممكن يكون أي لون آخر، ألوان أخرى، ألوان فاتحة جميلة، ولكن أنا أشوف الأصفر لطيف ومناسب. وطبعا ممكن نكتب، مثلا ممكن أكتب بهاء، وطبعا ممكن نزيد بالمساحة، ولا بأس طبعا نغير الفونت. مثلا ممكن هذا الفونت، إذا لاحظ الفونت لطيف والتأثير احترافي جدا، هو تأثير الدبل ستروك. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.